ازاي انتوا هتبقوا يعني ساتيسفاي بالوضع دوت يعني؟ يعني انتوا شايفين ان ده صح يعني؟ فانت هتكلم رئيس الاتحاد الدولي تقول لها ده وضع شاذ، يعني ان انتوا تخلوا الناس تلعب قدام بعض. وضع غريب جدا، وضع غير يعني عمره ما كان موجود. مش حاجة يعني في لعبات اخرى ما دام لعب باسم بلده هو محظور عليه يلعب ضد بلده بعد كده. في بعض اللعبات بس. بس انا عايز اقول لك على حاجه، مفيش بلد في العالم هتتعرض للتدنيس في الاسكواش الا مصر. يعني مفيش حد الا عايز لعيب مصري. طب احنا شايفين انه في لعيبه كمان نوران جوهر ايوه. هتلعب باسم امريكا، هل ده حقيقي ولا لا؟ لا دي ده الموضوع ده ما سمعتوش برضه، بس خايف انام واصحى الاقيه صح يعني. يعني حاجه لا طبعا، لا مش عارف، ما اقدرش اقول لك ولا لا. بس نوران جوهر يعني لسه مجدده عقدها هنا في مصر، وبتلعب في مصر وبتيجي تتمرن هي، صحيح عشان هي متجوزه وقاعده في امريكا، فهي وجودها في الولايات المتحده بطريقه اكبر يعني. اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني احنا كسكواش مصري احنا هنطبع حاجه يعني مذكره كده، يعني مذكره ازاي نتفاهم مع الاتحاد الدولي، لانه الوضع ده. طب انت متخيل ليه هذا الامر مقصور على المصريين؟ يعني انه حد يقرر ياخد جنسيه تانية عشان يلعب يعني في اللعبه دي، ليه ما فيش دول تانية بيجرى منها الكلام ده؟ يعني انا نعرف مثلا الناس بتوع الهند، الناس بتوع باكستان اللي هو اللي موجودين في هذه اللعبه ايضا ما بيعملوش الكلام ده. لا، اللعيب المصري لعيب متميز جدا، لعيب ذكي جدا، لعيب عنده تريك، لعيب بيعرف يلعب سكواش كده بالفطره. عنده كتيره جدا مش موجوده في اي لاعب تاني، ولا هندي ولا باكستاني ولا اي حاجه. لا الكلام يعني في فرق كبير قوي بين اللاعب المصري واي لاعب تاني، مش فرق كبير، مش فرق صغير يعني. يعني احنا يعني هقول لك على حاجه، انا الولاد عندي كانوا في استراليا، الولاد الناشئين، وكانوا بيلعبوا. الراجل الولد عندي نمره ثلاثة، خرج الولد الانجليزي 3-0 نص ساعه. لا احنا عباقرة في الاسكواش لاسباب غير مفهومة. يعني من غير جدل يعني، احنا ناس سكواش لينا باع كبير كبير جدا يعني. الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري سكواش، بشكرك شكرا جزيلا.